السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثم رحمة الله وبركاته في قناة تكنولوجيا يابانية، معكم عبد من الجزائر. اليوم سنشرح كيفية إنشاء حساب جيميل أو بريد إلكتروني بطريقة سهلة ومضمونة. ولكن قبل ما نبدأ بالفيديو، نتمنى منك أن تدعمني بالاشتراك بالقناة ليصلك كل الجديد وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا. يمكنك إنشاء الحساب عن تطبيق جوجل كروم مثل ما أسميه أنا، جوجل كروم ولا شروم ولا مثل ما تسمي هذا هو المتصفح. ندخل، كل ما عليك كتابته إنشاء جيميل. اكتب إنشاء جيميل. إنشاء جيميل، اضغط على الأولى. بعدين اضغط على هذه، إنشاء جيميل. أجيك هذه الواجهة، أدخل البيانات. البيانات اسمك بالجيميل، مثلا نكتب عبدو، اسم العائلة مثلا، أي شيء تريد كتابته. هذه آسف بعدين أكتب اسم هنا. هنا اكتب اسم الجيميل التي تريد كتابته، مثلا عبدو مثلا SNM او باز. اكتب جيميل هنا .com، اسم استخدام عنوان البريد الحالي متوفر. اكتب، يعطيك اختيارات، اضغط على هذه. لما تكتب جيميل ويكون موجود، يعطيك اختيارات اخرى بالاسفل هنا، واضغط عليها وتجيك استخدام. اكتب هنا كلمة السر، كلمة السر لازم تكون متشابهة. اكتب هنا كلمة السر وهنا كلمة السر، أعد نفس الكلمة. بعدين اضغط على التالي. هنا يقول لك ادخال رقم الهاتف اختياري، يعني مش لازم تدخله، او يعني مش ضروري تدخله. هنا البريد لاستيراد الحساب اختياري، يعني هنا يمكنك يعني ما تدخل الرقم او البريد، يعني البريد يعني القديم الخاص بك، يعني هذه اختيار يعني عندما تدخله اذا ما تريد يعني تطول بالعمل. هنا ادخل اليوم اللي زدت فيه انت، هكذا ايام عشوائية مش مشكلة. السنة 1994 مثلا. الجنس اختار انت، اذا كنت انثى اعملي انثى، اذا ذكر ذكر عادي. بعدين اضغط على هذه التالي. هكذا خلاص، تفتحت معنا انهينا على الحساب.